إن علاقة بالصلب هذا الموضوع. هل تركوا مرة قصة إن علاقة بالصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة؟ كنت في منى من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله، ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل علمية، لما دخل علينا شيخ وخور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه، فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه أدوني بشبه رب العالمين، وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه لانتهى، قلت له يعني شو تقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش. شو العقيدة الخفيرة؟ وهي عقيدتهم، هي عقيدتهم إلى الآن. هذول عم يجادلوا مع بعض، هل يحطوا حكم؟ قال له أنا والله ما بعتقد أن الله فوق العرش. قال له إذن أنا بدنا نجلس خاصة معك. الله بيقول رحمن عرش السماء، أنت بتقول لا، كيف هذا؟ الشاهد هي عقيدتهم. فأنا بقى دخلت معه في نقاش منطقي متسلسل هكذا، لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بفلسفة، لكن الفلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل. خلاص دخلت معه في بحث فلسفي الحقيقة، ويسميه عقلي أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال تفضل. قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. مخلوق. قلنا له حسب، نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى، فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا، وفوقها السماء الثانية، وكذا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهون تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة، لكن خربها علي. هو خربها علي ماشي على نفس النظام. لأنه أنا ظننت راح يقول فوق السماوات السبع العرش انتهى الكون. ايوه عارف شلون، لكن هو طلع لي بالتعبير السوري بمفقوته. مفقوته ما كانت على البال. لا هو هذا جديد.